بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة إن شاء الله المحاضرة قبل الأخيرة من الرينال فيسيولوجي. خلصنا في المحاضرات اللي فاتت كلها إيه اللي بيحصل للبلاد بعد ما بيحصل الفلتريشن في الأجزاء المختلفة بتاعت الرينال تشوبيولز، وأخدنا في المحاضرة اللي فاتت تجميع لكل الهرمونز اللي بتشتغل على الكيدني، سواء الكيدني عملها سكريشن أو اللي جاية من بره. كده خلاص خلصنا كل الفانكشنز، بقلنا حاجتين بس. باقي من الفانكشنز اسيد بيز بالانس، ده موضوع كبير مشترك بينا ما بين الريسبيريشن ومشترك بينا ما بين الكيمياء، بس احنا هنتناول فيه ما يخص الكيدني فقط، فدوت اللي هو هيبقى ان شاء الله المحاضره الاخيره بتاعتنا. النهارده بقى المحاضره بتاعتنا بعد ما خلاص الالترا فلتر بتاعنا ده خلاص حصل له موديفيكيشنز كلها، اخدنا كل المواد اللي احنا محتاجينها رجعناها مره تاني للبلاد، في حاجات خلاص مش محتاجينها، يا اما زي ما قلنا يا اما مواد نون اسينشال، هي مواد مش مخلفات الميتابوليزم اللي هي الويست برودكتس زي يوريا كرياتينين او كده، في توكسينز في دراجز، مش يا اما مواد اسينشال بس زياده عن احتياج جسمنا، فكل ده هنتخلص منه في صوره يورين. يبقى هنعمل ايه كده؟ نتكلم عن الميكتوريشن. خلاص فالمحاضرة دي نصها عن الميكتوريشن، خلاص خلصنا، يلا بقى نعمل اكسكريشن لاخر حاجة هتتبقى جوه رينال تشوبيولز في صورة يورين. فيبقى كده هنتكلم اللي هي كنا بنقول المحاضرة الوحيدة عن اليورينري بلاتر. تمام، هناخد معاها حاجة تانية واحدة، واحد من الكيدني فانكشن تيست، يعني لما هتشوفوا لما هتاخدوا ان شاء الله الباثولوجي والكلام ده وتشوفوا تشخيص الامراض الخاصة بالكيدني هيقول لك في ايه يورين اناليسيس، حاجات خاصة باليورين، ماشي، في بلاد اناليسيس، حاجات خاصة بالبلاد، في حاجات بقى لازم نعمل لها ايه اناليسيس للبلاد واليورين ات ذا سيم تايم. دول حاجتين اللي هي التيوبولار ترانسبورت ماكسيمم والايه بلازما كليرنس. البلازما كليرنس هو ده السكشن البراكتيكال بتاعكم اللي هيجي لكم برده ان شاء الله صوتي. التيوبولار ترانسبورت ماكسيمم ده اللي احنا هناخده هنا، تمام، ده اللي هنقل. يعني احنا ده واحد من الكيدني فانكشن تيستس. يلا نبدا بقى المحاضره ان شاء الله وبالتوفيق. نبدا في الاول هنقول في تعريفين مهمين لازم نعرفهم، يعني ايه تيوبولار لود. تيوبولار لود اللي هو الحمل اللي هيجي على الرينال تيوبولز من هذه الماده المستخدمه. الحمل يعني ايه؟ يعني الاماونت. طيب في الفيزياء الاماونت بتتحسب ازاي؟ الفوليوم في الكونسنتريشن اوف ذا سبستانس. خلاص في اي محلول الفوليوم بتاع المحلول اللي عندي في الكونسنتريشن. طيب اللي هو الفوليوم عندي اللي هنا اللي هو مين؟ اللي هو جي اف ار. الجي اف ار خلاص في البلازما كونسنتريشن اوف ذا سبستانس، هو ده بيمثل الاماونت بتاع السبستانس اللي بيحصل لها فلتريشن بير مينت، هي دي الحمل اللي بيروح على الرينال تيوبولز بنسميه تيوبولار لود. طيب تيوبولار ترانسبورت ماكسيمم يعني الحد الاقصى اللي تقدر تبذله الانابيب الكلويه في نقل هذه الماده. الماده دي يا اما تعمل لها ري ابزوربشن، يبقى كده بشوف الايه اخر الكيدني في الري ابزوربشن، يا اما الكيدني تعمل الماده دي سيكريشن، اشوف اخر الكيدني الحد الاقصى ليها في السيكريشن ايه كام. طب مين اللي ممكن يجيب لي الحد الاقصى في الري ابزوربشن؟ الجلوكوز، عشان كومبليتلي ري ابزورب بالكامل، اليورين بتاعنا ما فيهوش جلوكوز. طب مين الماده اللي استخدمها في السكريشن؟ البارا امينوبيوريك اسيد، عشان بالتقريب بيحصل ايه لاغلب الكميه بتاعته بيحصل لها سكريشن، ماشي، في وان سيركيوليشن، فبتدينا الايه السكريتوري باور اوف ذا كيدني، الحد الاقصى للسكريتوري باور. خلاص فكده كلمه حد اقصى، حد اقصى لمقدره الرينال تيوبولز انها تعمل ري ابزوربشن او تعمل سكريشن. نيجي نقرا بقى التعريف. التيوبولار ترانسبورت ماكسيمم It is the maximum amount of a substance reabsorbed or secreted through the tubular epithelium per minute. It tests the functions of the active reabsorption or secretion of the tubular cells. خلاص مين اللي هنستخدمها نشوف الـ reabsorptive power؟ الجلوكوز. واللي هنستخدمه نشوف الـ secretory function اللي هو الـ para-aminohypuric acid. ازاي نعمل استيميشن للـ TM اللي هو tubular transport maximum؟ ان انا بدي الماده اللي ايه المستخدمه عندي ابدا ادخلها في الجسم injection gradual ايه increase في الكونسنتريشن، وفي كل مره احاول احدد الكميه اللي بيحصل لها reabsorption او secretion.
خلاص لغاية ما أوصل للماكسيمم ترانسبورت بتاعها، خلاص الحد الأقصى للانتقال. هنشوف دوت تفسيره وكلام في الإيه في السلايدز الجاية. هنا هنشوف النورمال فاليوز بتاعت الـ GM بتاعت بعض المواد اللي عندنا. الجلوكوز التيوبولا ترانسبورت ماكسيمم بتاعه 375 مللي جرام بير مينت. في الميل ده في الميل، في الفيميل اقل شويه حوالي 300 مللي جرام بير مينت. ماشي. في البروتين 30 مللي جرام بير مينت. في البارا امينو بيوريك اسيد 80 مللي جرام بير مينت. في الكرياتينين 16 مللي جرام بير مينت. طبعا لما بتعرف كل ماده الاي ام بتاعها كام، لما نعمل بقى ديفيشن عن النورمال نبدا نقول ان الكيدني فيها مشاكل. يعني هو الاختبار ده بيؤكد لنا الكيدني سليمه ومظبوطه، قادره تعمل ابزوربشن، قادره تعمل سكريشن. لو الارقام دي باظت معناها ايه؟ معناها الكيدني بدا يبقى فيها خلل، بدات مش قادره تعمل الفانكشنز بتاعتها سواء ابزوربشن او سكريشن. تمام. طيب بنقول ان في المواد عشان يبقى ليها تي ام لازم تكون بتتنقل بالاكتف ترانسبورت. ماشي. لكن لو المواد بتنتقل بالباسيف ديفيوجن بقى لا، ملهاش تي ام، لان هي مش معتمده على كارير ولا انرجي ولا اي حاجه. في بعض المواد بتتنقل بالاكتف ترانسبورت لكن ملهاش برضه تي ام زي الصوديوم. خلاص. الصوديوم ملوش تيوبلا ترانسبورت ماكسيمم، ماشي على طول على طول. ماشي. لان هو ده القاطره، ما ينفعش يبقى له ماكسيمم، ده لازم يبقى شغال على طول. خلاص. طيب يلا نشوف بقى تفاصيل اكتر عن الموضوع. يلا نبدا بقى ناخد تفاصيل اكتر في الموضوع. بنقول ان التي ام جي اوف جلوكوز ده انديكيتور للابزوربتيف كاباسيتي اوف ذا كيدني، زي ما قلنا حد الاقصى للكيدني هتقدر تعمل لي ابزوربشن. خلاص. طيب واخدنا الجلوكوز ليه؟ لان هو بيعتمد على وجود كاريرز في البي سي تي. خلاص. الكاريرز ديت عددها في كل نيفرون مختلف عن التاني. ماشي. احنا قلنا ان كل كيدني فيها ممكن حوالي مليون نيفرون، كل نفر قلنا وحدة منفصلة. لو واحد باظ التاني ملوش دعوة اللي جنبه، ممكن يفضل شغال. ماشي. ده أكيد يعني يفضل شغال ملوش علاقة بيه إلا إذا اتصاب زيه. الحاجة التانية الباور بتاعت كل نفر مختلفة عن الباور بتاعت التاني، واحد قوي جدا واحد أضعف شوية، خلاص نمبر أوف كاريرز مختلفة. تمام. طيب دي معلومة خلاص حطيناها في مخنا. نيجي نتكلم الجلوكوز بقى بيحصل له اللي أبزوربشن كومبليتلي في البروكسيمال تيوبولز، قلنا مفيش جلوكوز في اليورين. خلاص. طيب بيقول لك بدأ يشوف بقى حاجه ان الجلوكوز لما يبدا يزيد في الدم يوصل لليفل، في كتب كاتباها 180 في كتب 200، فاحنا حطينا رينج 170 ل 200. ماشي. 170 ل 200 مللي جرام بير ديسيليتر. عند الليفل ده يبدا يحصل مشكله، نزلت كميه لود، اللود اللي احنا قلناه ده اللي هو تركيز السكر في الفلتريت عندنا. ماشي. نزل الكمية، نزلت على الرينال تيوبولز، المشكلة حصل ايه بقى؟ مش قادرة تعمل ري ابزوربشن لكل الكمية دي، مش قادرة. ماشي. ايه الرينال تيوبولز؟ فاللود دوت عالي عليها، لو ضربنا 200 في 125 ماشي، اللود ده كتير قوي على الكيدني ان هي تعمل له ري ابزوربشن. فبدأت تنقل شوية الكاريرز، ينقلوا شوية ويخلصوا، يبدا في جلوكوز يفضل مش قادر يحصل له الري ابزوربشن، يبدا يسرسب يطرطش في اليورين، يحصل له سبلاي. ماشي. يبدا يحصل له اكسكريشن للسبستانس اللي هي الايه الجلوكوز في اليورين عند رقم اللي هو قلنا حوالي 170 ل 200، يبدا سرسبه طرطشه شويه للجلوكوز، يطلع الجلوكوز في اليورين. ماشي. قبل ما نوصل لايه للترانسبورت ماكسيمم يبدا يبقى عند 180 او بايه، يعني خلينا 180 عشان اغلب الكتب، عند 180 يبدا يظهر الجلوكوز في اليورين شويه بشويه. خلاص. طيب وايه اخر حاجه بقى عندنا؟ ان هي بيقول الكلام اللي قلناه ان الايه في هيتروجينيتي للنفرونز، يعني مختلفين. ماشي. ممكن يبقى فيه نفرونز عندها ايه ريلاتيفلي لو افينيتي في الايه الصوديوم جلوكوز كاريرز، فاكرين الجلوكوز كانت بتتنقل ازاي؟ سكندري اكتف كو ترانسبورت والصوديوم في البي سي تي، الكاريرز فيها مشكله. خلاص. طيب لما يزيد بقى السيرم جلوكوز ليفل اكتر من 350 مللي جرام بير ديسيليتر، هيبدا بقى الترانسبورت ميكانيزمز هيبقى ساتوريشن. ساتوريشن يعني ايه؟ يعني عربيات النقل دي كلها اللي بتنقل الصوديوم والجلوكوز اتملت. لو فرضنا مثلا نجي اي رقم 1000 عربية، ال 1000 عربية اتملوا خلاص
وصلوا مقدرتهم للشغل اقصى مقدره للشغل عندهم، ما يقدروش يشيلوا زياده عن كده، اسمه ساتوريشن، اشباع خلاص. فاي جلوكوز هينزل تاني مش قادرين ان هو نعمل له ريابزوربشن، ويبدا يبقى العيان ده عنده جلوكوز يوريا، يعني بدا يبقى عنده جلوكوز في اليورين ويبدا ده. عشان كده الناس اللي تقول لك انا عندي سكر في البول بس لكن انا ما عنديش سكر في الدم، ماشي، الناس يعني اللي هم بره فيلد الطب بيقول لك كده، انا عندي سكر في البول انا ما عنديش سكر في الدم. طيب ما هو ازاي، ما انت جالك ازاي السكر في البول؟ عشان انت زاد السكر في الدم عن الحد الاقصى على مقدره الكيدني انها تعمل ابزوربشن، خلاص. فدوت هو ده اللي بيحصل. نادر جدا، ممكن يكون في ناس عندهم مشكله في الرينال تشيبيولز نفسها، فممكن حتى بلاد جلوكوز عادي ويسترسل، ده ملناش دعوه بيه، ده حاجه نادره. لكن الغالبيه بتكون زياده في البلاد وبدا ينزل في اليوم، خلاص. لو جلوكوز يوريا تشخيص بقى الايه للسكر بتاعه. طيب يلا بقى، الكلام اللي احنا شرحناه في السلايدز اللي فاتت هنشوف تطبيق ليه هنا في الجلوكوز تريشن كير، هنفهمه اكتر على الرسمه دي. الرسمه ديت بتمثل لنا ايه يا جماعه؟ عندنا في اللي هو العمود الراسي بيمثل لنا كميه الجلوكوز اللي بيحصل لها فلتريشن، وكميه الجلوكوز اللي بيحصل لها ري ابزوربشن، وكميه الجلوكوز اللي بيحصل لها اكسكريشن. تلات كيرفات عندنا في الشرط بتاعنا ده، ماشي. الفلتريشن هو الموف، اللي هو الري ابزوربشن اللون اللي هو اصفر دوت، والاكسكريشن اللي هو المنقط الاخضر. يبقى تلات كيرفات عندنا. في العمود الافقي عندنا الليفل بتاع الجلوكوز في البلازما، تمام. طيب يلا نشوف بقى هنحكي ايه اللي هيحصل. اول حاجه عندنا الكولم اللبني دوت اللي على ايدنا الشمال، ده بيمثل النورمال رينج اوف بلاد جلوكوز. طبعا انا ايه يعني هم عاملينه بادئ من زيرو، طبعا لا، احنا نبدا من عند الكولم ده، مش هينفع طبعا حد يكون عنده جلوكوز زيرو، ده يبقى ميت. يعني احنا عندنا النورمال ليفل اوف بلاد جلوكوز الفاستن ب 70 ل 110، والبوست برانديال اللي هو ما يزيدش عن 140، تمام. ده اللي هو النورمال بلاد جلوكوز ليفل. فاحنا فرضنا نبدا عند 70، خلاص، اللي هو النورمال رينج، نعتبر ان بدانا عند 70. نبدا نشوف تدريجيا كل شويه الكميه اللي بيحصل لها فلتريشن بتزيد، وقلنا الكميه ايه اللي هي الجي اف ار في البلازما كونسنتريشن اوف ذا سبستنس، هي دي الكميه اللي هي فلترد، ماشي. طيب اللي هي اسمها تيوبولار لود، كل ايه شويه بتزيد الكميه. نبص نلاقي حاصل ايه، الكيرف بتاع الاكسكريشن لغايه 200 على الزيرو لاين، شايفين مفيش اي زياده فيه خالص على الزيرو لاين، يعني لغايه 200 في كل الكميه اللي بيحصل لها فلتريشن الكميه بالكامل، شايفين فوق السهم حصل لها حصل لها ري ابزوربشن، خلاص. شوفوا الكيرف اللي هو بتاع ري ابزوربشن ماشي بالظبط مع الفلتريشن، هو لغايه 200 اي كميه حصل لها فلتريشن حصل لها كومبليت ري ابزوربشن، الاثنين متطابقين مع بعض، خلاص، ايه لازم فوق بعضيهم، كل كميه حصل لها فلتريشن حصل لها ري ابزوربشن لغايه ايه 200، وقلنا لغايه 180 اوكي ماشي نعتبرها مظبوط، تمام. طيب بعد كده، بعد بقى ما عدينا ال 200 بقى يبدا ال 13 اللي قلنا على السبلاي اللي عندنا، شوف بدا يظهر فوق ال 200 او عند ال 200 بدا يظهر الكيرف بتاع الاكسكريشن في الايه في اللحظه دي بدا يظهر. ليه بقى؟ بدات بعض النيفرونز تسرسب بقى، تبقى ضعيفه مش قادره، مش احنا قلنا نيفرونز الكباست بتاعتها مختلفه. فنبص نلاقي ان بعض النيفرونز بدات خلاص يحصل لها ساتوريشن، ما عادتش قادره ان هي ايه تشتغل. يعني مثلا لو فرضنا مليون نيفرون اللي ايه في 200,000 منهم بداوا مش قادرين يشتغلوا كويس، مثلا بداوا يسرسبوا السكر من عندهم بقى خلاص، ماشي. فبدا يحصل اسبلاي للسكر، وبدا يظهر الكيرف المخطط اللي هو بتاع الاكسكريشن، خلاص. فدوت عندنا هنا حاجه اسمها ظهرت اللي هي مين، رينال ثريشولد. رينال ثريشولد يعني ايه بقى؟ رينال ثريشولد دي اللي هي ذا بلازما جلوكوز كونسنتريشن اباف ويتش سيجنيفيكانت جلوكوز يوريا اوكير، يعني الليفل بتاع البلاد جلوكوز اللي فوقيه على طول يبدا يحصل جلوكوز يوريا اللي هو قلنا 170 ل 200، خلاص. فهي دي اسمها رينال ثريشولد اللي عندنا. نبص نلاقي يحصل حاجه بقى تدريجيا، يزيد الاكسكريشن، ازود الفلتريشن يزيد الاكسكريشن، خلاص. كل شويه شويه من النفرونز يحصل لهم ساتوريشن، وشويه من النفرونز يحصل لهم ساتوريشن، لغايه ما نوصل للكومبليت ساتوريشن بتاع كل النفرونز، خلاص. فدوت اللي هي ايه الكيرف اللي قدامنا
بعد كده نوصل لمرحلة إن كل بقى الكيمياء اللي حصلها فلتريشن نبص نلاقي يحصل اكسكريشن موازي ليها، زيادة زيادة خلاص، لأن خلاص الكباسيتي أنا عملت الأبزوربشن لكمية معينة ما أقدرش أزود، أنا مش قادر أزود عنها. فشوفوا المنظر للأبزوربشن وقف لحد معين، حد معين خلاص هي ده المقدرة بتاعتنا. أي كمية زيادة شوف الكيفات التانية أعلى إزاي، أي كمية زي فلتريشن يزود الاكسكريشن على طول. خدت الكمية اللي أقدر أعملها ريأبزوربشن ورجعتها لجسمي، لكن الباقي بدأ يحصل له اكسكريشن خلاص، ده اسمه جلوكوز فلتريشن كده. الناس اللي عندهم السكر ممكن ما يبقاش الرقم 170 ل 200، ممكن يبقى 200 ل 250 خلاص، يبقى دوت اللي اسمه جلوكوز فلتريشن كيرف اللي بنعرف منه الريأبزوربتيف باور اوف ذا كيرف. كده خلاص يا جماعة خلصنا اللي هي tubular transport maximum of glucose اللي هو واحد من الكيدني function tests بيقيس لي reabsorption power of the kidney، وبقية التيستس إن شاء الله تتاخد في العمل. يلا بقى نشوف الميكتيوريشن، يلا نشوف خلاص البلد عملنا له modification اللي هو الفلتريت بتاعنا وأخدنا كل اللي محتاجينه. يلا بقى نحكي عن الميكتيوريشن زي ما بدأنا في transport maximum definitions، برضو هنا هنتكلم بعض الايه المعلومات وهنقول definition اللي هو definition of micturition. micturition عبارة عن ايه؟ هي evacuation of the urinary bladder through the urethra. urethra هي قناة مجرى البول خلاص under voluntary control. ال exception ده سيبوها نقول بعد كده. micturition بقى ده عبارة عن spinal reflex، يعني المسؤول عنه ال spinal cord، بيبقى facilitated او inhibited بالhigher brain centers، برضه هناخده بالتفصيل، يعني احنا مجرد بس بندي ايه هنت ايه على الموضوع دلوقتي. طيب وعشان نعمل micturition كويس لازم برضه يكون عندنا بقى في ايه contraction للwall بتاع urinary bladder وrelaxation للinternal and external urethral sphincters. هل الكلام دوت انتوا فاكرينه من الاوتونوميك؟ فاكرين الاوتونوميك لما كنا بنقول contraction للwall relaxation للinternal urethral sphincter والexternal urethral sphincter، كنا بنتكلم على السمباساوي والباراسمباساوي، هو ده اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. يلا نبدا. قبل ما نتكلم على الميكانيزم اوف micturition لازم نشوف النيرف سبلاي innervation of the bladder. طبعا innervation البلادر ديت حاجه involuntary، يبقى النيرف سبلاي بتاعها هو ايه بقى اللي هو الاوتونوميك نيرفس سيستم، سمباساوي وباراسمباثي. تمام، قبل ما نقول النيرف والفانكشن نحط في مخنا الكلام اللي كنا بنقوله في الاوتونوميك. الجهاز السمباساوي بتاع فايت اند فلايت اللي هو فايت اللي هو عايز احارب، مش فلايت الهروب من الخطر، يعني بتاع التنشن. ما ينفعش الواحد اثناء التنشن يعمل ميكتيوريشن، فبيحصل ايه بقى ريتنشن اليورين. يبقى لما اجي اتكلم على رينال بلادر لازم اوقف الميكتيوريشن، يعني اعمل ايه؟ يعني اعمل ريلاكسيشن للوول بتاع الرينال بلادر اللي هي الترويزر ماسل، واعمل كونتراكشن اللي هو الاكزيتيشن للانترنال يوريثرال سفنكتر. تمام، في الباراسمباثاوي بقى ده بتاع الانابوليك سيستم بتاع الريلاكسيشن بقى وكده، يبقى ينفع نعمل ميكتيوريشن. يبقى نعمل العكس اللي هو كونتراكشن للوول وريلاكسيشن للانترنال يوريثرال سفنكتر. خلاص يبقى دول خلاص حطيناهم في دماغنا فاهمينهم عشان لما نيجي نقول الفانكشن. طيب والحاجه الثانيه كنا بنقول ان الجهاز السمباساوي كان سراكو لمبر، سراكو لمبر يعني طالع من اللاترال هورن سيلز بتاعت الثوراسيك سيجمنتس ولمبر سيجمنتس. تمام، وايه كنا بنقول الباراسمباساوي كرينيو ساكرال طالع من كرينيال نيرفز 3 و7 و9 و10 ومن الساكرال سيجمنتس اللاترال هورن سيلز بتاعه الساكرال 2 و3 و4. يبقى دي الاجزاء اللي طالع منها السمباساوي والباراسمباثي. خلاص يبقى كده راجعنا مع بعض الفانكشن والاوريجين بتاعهم عشان نيجي ناخد بقى ما يخص الايه اليورينري بلادر عندنا. اول حاجه في النيرف سبلاي للبلادر والانترنال سفنكتر والبروكسيمال يوريثرا، في سمباثيك وباراسمباثيك. سمباثيك واخد منين بقى؟ احنا قلنا السمباثاوي والسراك ولمبر، احنا ده الكيدني تحت يبقى ناخد لها من اللمبر. ماشي، يبقى الاي لاترال هورن سيلز بتاعه الابر فور لمبر سيجمنتس. سمباثاوي هيشتغل هيعمل لنا ايه؟ يلا الكلام اللي قلناه ده، عايز اعمل انهيبيشن للميكتيوريشن، يبقى انهيبيشن للبلادر وول، يعني اعمل ريلاكسيشن للديتروزر مثلا. خلاص عايز يعمل موتر او اكزيتيشن او كونتراكشن للانترنال يوريثرال سفنكتر. خلاص
طيب بيعمل ايه تاني كمان؟ بيعمل اكزيتيشن، دي بقى حاجه طبعا تابع للجينيتال اورجانز، اكزيتاتوري للسيمينال فيزيكلز والايجاكيلاتوري داكتس والبروستاتيك ماسكولاتشر، كل دول بيعمل لهم كونتراكشن وبيسهل عمليه الايجاكيوليشن اللي هي عمليه القذف، خدناها برده في الاوتونوميك. تمام. السمبثاوي بيعمل حاجه، بيمنع ان ايه يحصل ريفلكس للسيمن في اليورينري بلادر، لان هو بيعمل ايه؟ بيعمل ايه كونتراكشن، يعني بيقفل الانترنال يوريثرال سفينكتر، فلما يجي السيمن يعدي هيروح يعدي في الايه اليوريثرا على طول لايه تو ذا اوتسايد، مش هيرجع لورا. لو جه رجع لورا هيلاقي الانترنال يوريثرال سفينكتر مقفوله، هو قافلها لا كونتراكشن خلاص، فيمنع الفلكس اوف ذا سيمن انتو ذا بلادر خلاص. طيب هو ده يعني في مشكله؟ في مشكله ان احنا دلوقتي لو السمبثاوي ايه نقولها، طب المره اللي هي من تحت اللي هي اخر حته، لو عملنا سيكشن في السمبثاتيك ايه سبلاي بيحصل ايه؟ اللي يحصل استيريليتي بات نوت امبوتنس. نحكيها بقى، ان احنا لو السيمن رجع لورا، يعني هو انتوا تخيلين اليوريثرا من ورا في اليورينال برادر ومن بره اوتسايد، طب هي السيمن يروح يجي يرجع لورا والسمبثاوي بايظ، مش قافل بقى الايه، مش قافل الانترنال يوريثرال سفنكتر، راح يعدي السيمن يمشي ناحيه اليورينال برادر ماشي. طب ايه اللي يحصل في الحاله دي؟ مفيش كميه سيمن كفايه، يحصل عقم استيريليتي ماشي، لكن ما بيحصلش امبوتنس، لان الامبوتنس دي اللي هي العجز ماشي، العجز ان الواحد يعمل انتركورس دي ملهاش علاقه. هي الفكره هنا استيريليتي بسبب ان السيمن مش في اتجاه اليورينري بلادر، لكن ملوش علاقه باللي هي تاثير الاريكشن او الاجاكيوليشن او كده خلاص. فده الفرق، كلمه استيريليتي عشان كميه السيمن كميه كبيره منها تروح ماشيه ناحيه اليورينري بلادر، ولكن مفيش عجز جنسي، مفيش امبوتنس خلاص، لان ايه الليجن اللي عندنا ملوش علاقه، ملوش علاقه خلاص. فدوت احنا دي قلناها بالمره ان هي ايه، ان هو بريفنت ريفلكس اوف ذا سيمن. وطب ولو حصل ليجن هيحصل ايه؟ نكمل. طب الليجن، طيب لو حصل سيكشن في السمباثيك افرنس بتاعتنا يحصل ايه؟ احنا قلنا السمباثاوي بيعمل ايه؟ بيعمل ريلاكسيشن للوول بتاع البلادر، كونتراكشن للسفنكتر. طب هو ده اكشن اوف ميكتوريشن؟ لا، ده هو الاكشن الحقيقي ان انا اعمل ميكتوريشن، ان انا اعمل كونتراكشن للوول ريلاكسيشن للسفنكتر، يعني وظيفه الباراسمباثاوي. فالسمباثاوي لو باظ انا ما بوظتش الاكت بتاع الميكتوريشن. هو شغلته ايه بقى؟ بسميه ايه؟ نيرف اوف فيلينج، النيرف بتاع الامتلاء. ليه؟ لان هو بيريح الرينال بلادر، يخليها ريلاكسيشن، يخليها تملى. انا احس الديزاين بتاع الميكتوريشن عند 150 مللي، ولا لا استني مش هنعمل ميكتوريشن دلوقتي، استني حوشي شويه، حوشي يعني اعملي ريلاكسيشن، استحملي اكتر. فهي بنسميه نيرف اوف فيلنج، النيرف بتاع الامتلاء يساعد الرينال بلادر ان هي تفضل تحوش فيه اليورين ايه لغايه ما ايه الظروف تبقى مواتيه للانسان يعمل ميكتوريشن. طيب لو باظ بقى مفيش ريلاكسيشن، يبقى يحصل ايه بقى؟ ديكريز للبلادر كاباسيتي، مش قادره تخزن يورين، فيزيد الفريكوانسي اوف ميكتوريشن. برده هو شغلته بيزود التون بتاع الانترنال يوريثرا سفنكتر ماشي، قلنا دواء يعني ملهوش تاثير قوي، بيحصل رابيد ريكفري بعد كده خلاص. يبقى ممكن ايه المشكله اللي يعاني منها لو السمبثاوي باظ؟ ان في بوليوريا، ان هو فريكوانسي بتاع الميكتوريشن زاد ماشي، واللي هو استريتش خلاص. يبقى دوت اللي هو الايه الافرنت السمبثاتيك افرنت فايبرز. يبقى كده قلنا طالعه منين، قلنا الوظيفه بتاعتها، قلنا لو حصل ليجن اللي هو ايه يحصل ايه. طب الافرنت ماشي، الافرنت هو الافرنت هم بعينهم اللي هم اللامبر سيجمنتس، طالعين من اللامبر سيجمنتس خلاص، يعني نفس النيرف يعني ماشي. الافرنت بقى بتدينا اشارات لايه؟ اشارات للبين سنسيشن. السمبثاوي يحمل من اليورينري بلادر ومن الانترنال سفينكتر والبروكسيمال يوريثرا البين سنسيشن خلاص، لو حصل سيفير بلادر ديستنشن او انفلاميشن. يبقى كده عرفنا الافرنت والافرنت، كل واحد بيشيل احساس ايه، كل واحد الفانكشن بتاعته ايه خلاص. يبقى دوت بالنسبه للسمبثاتيك سبلاي اوف ذا يورينري بلادر. ناخد بقى الجزء الثاني من السبلاي اللي هو فيه عندنا، احنا قلنا سمبثاوي، هنا هنتكلم بقى على البارا سمبثاوي. ايه سمبثات بارا سمبثاوي؟ افرنت وافرنت حاجه واحده، اللي هما البلفيك نيرف ماشي. مين هو البلفيك نيرف؟ اللي هو العصب الحوضي دوت. ايه ده؟ اللي هو النيرف اللي طالع من اللاترال هورن سيلز اوف ساكرال 2 و3 و4 تمام. طيب
دوت شغلته ايه بقى؟ تبقى سمبثاوي زي ما قلنا، يبقى هو النيرف بتاع الميكتيوريشن اللي هو الاكت الحقيقي الفعلي بتاع الميكتيوريشن اللي هو كونتراكشن للايه؟ للورنري بلادر وول اللي هي الديتروزر ماسل وريلاكسيشن انترنالي ويسترنالي سفنكتر. خلاص ده الاكشن الحقيقي، ده اللي هو الايه بيوديه مين الافرنت. فاكرين في الريفلكس ارك كان عندنا افرنت وافرنت، افرنت اللي هو بيحمل الايه السنسيشنز يوديها للسنترز، افرنت اللي بيحمل الاوردرز من السنترز للافكتور اورجان. تمام. فالفانكشن اللي احنا فهمناها من السلايد اللي فاتت وقلناها كده على طول ان دي بتمثل الافرنت، ماشي. الافرنت بتعمل اكزيتيشن تو ذا بلادر وول وبتعمل انهيبيشن للانترنال ريسبيرتوري سفنكتر، يبقى تساعد عمليه الميكتوريشن، فسمينا البلفيك نيرف نيرف اوف ميكتوريشن. طب امال الافرنت ينقل ايه يعني البلفيك نيرف؟ قال لك يعمل ايه؟ يدينا الاحساس بتاع الكونشيس سنسيشن اوف بلادر ديستنشن اللي هو ايه؟ اللي هو الديزاير اوف ميكتوريشن. طيب لو البلفيك نيرف قطعناه من البوست سايدز الاثنين حادثه حادثه، عملت ايه؟ اللي هي complete dissection في spinal cord فوق السكرال سيجمنت، يحصل ايه؟ يحصل مرض اسمه retention with overflow. احنا كده لو واخدين بالكم هو في الاي لو اوز حاطين الاوردرز كايتم واحد، احنا بنجيبها مع كل نيرف سبلاي عشان نفهمها ايه في نفس الحته بتاعه الايه الفانكشن. فهنا شغلته contraction وايه يفضي. طب مش هيفضي، مفيش contraction للوول ومفيش relaxation للسفنكتر، ما فتحناش البوابات. طب ايه اللي يحصل؟ مفيش كونتراكشن للوول، يعني الوول ريلاكس، العضله بتاعت الرينال بلاد تروز مثلا ريلاكس، ماشي، يتحوش فيها اليورين، ما بتفضيهوش، يفضل يتحوش يتحوش يتحوش، ماشي. طيب السفنكتر قافله، ماشي، العضله القابضه بتاعتنا قافله. طيب اليورين بيتحوش مش قادر يعدي، لغايه ما نوصل لحد معين اليورين اتحوش بكميه كبيره يضغط على السفنكتر، ماشي، يروح فاتحها، فتحها مش كومبليت، حته صغيره، يروح يحصل دريبلنج لليورين، يعني ينقط العين، يبقى ماشي ينقط بول كده وهو ماشي. طيب يفضل ينقط ينقط لغايه ما كميه اليورين اللي في اليورينري بلادر تقل، تمام، يبقى الضغط قل، تروح خلاص مش قادر بايه الضغط مش قادر يتغلب على التون بتاعه الانترنال يسرا سفنكتر، يروح الدريبلنج يقف بتاع اليورين، ماشي، يفضل يتحوش تاني، يتحوش يورون يورون جوه اليورينري بلادر، يزيد الضغط يفتحها برده حته تاني الانترنال يوتراي سفنكتر، وهكذا. عشان كده بنقول المرض ده ريتنشن، يعني بقاء البول متخزن متكون متحوش جوه في اليورينري بلادر، وذ اوفر فلو يعني سرسبه فلو ناتج، ماشي، بيعدي في الايه في الانترنال يوتراي سفنكتر، بيعدي نتيجه الزياده. الاوفر فلو هو ايه؟ يعني حجم كتير زياده زياده عن اللزوم عمل شويه الفلو اللي بيحصلوا دول. خلاص دي طبعا بتبقى مشكله كبيره جدا عند الناس لما بتحصل لهم الحوادث دي اللي هي ريتنشن وذ اوفر. خلاص طيب يبقى كده عرفنا البلفيك نيرف الافرنت فايدته ايه والافرنت فايدته ايه، وعرفنا لو حصل ليجن البلفيك نيرف العيان هيشتكي من ايه. يلا بقى نشوف ثالث حاجه عندنا اللي هي بقى اللي بتغذي الاكسترنال يوريسترال سفينكتر والديستال يوريسترال. النيرف اللي بيغذي بقى المنطقه ديت اللي هو اسمه بيودندال نيرف، ده سوماتيك نيرف، سوماتيك سبلاي، ماشي. طيب ايه دوت؟ ليه اشمعنى بقى في الرسمه؟ شوف احنا نفس طالع من نفس الاماكن، طالع من سكر 2 3 و4. بس فاكرين لما اتكلمنا على لو اخذنا كروس سيكشن في السباينال كورد هنلاقي في حاجه اسمها اتش شيبد كده، جري ماتر، الجري ماتر اللي هي المنطقه اللي فيها السيل بادي بتاع النيرونز، ماشي، بيبقى لونها رمادي. طيب اللي هي الاتش شيب دوت بيبقى فيه جزء امامي اسمه anterior horn cells، تمام، وجزء خلفي اسمه posterior horn cells، وفي جزء على الجانبين بيطلع منه ايه خلايا اسمها lateral horn cells. الاوتونوميك نيرفس سيستم زي ما اخدنا السنه اللي فاتت بيطلع من lateral horn cells، تمام. طيب وهنا ده سوماتيك، يعني ايه حاجات الموتور فانكشن العاديه بتاعتنا الفولنتري تطلع منين؟ تطلع من قدام من الانتيريور هورن سيلز. فصحيح عندنا البلفيك نيرف والبيودندل هما الاثنين طالعين من السكر الاثنين وثلاثه واربعه، لكن البيودندل نيرف طالع من الانتيريور هورن سيلز تبع الايه الموتور فانكشنز العاديه، والبلفيك نيرف طالع من اللاترال هورن سيلز. فهمنا يا جماعه كده؟ طيب دوت فولنتري اكشن، ايه شغلته بقى؟ زي اللي فاتوا بيشتغل افرنت وافرنت. طيب افرنت ماله؟ بيعمل ايه؟ قال لك بينقل لنا الاحساس بتاع
بتاع اليوريسترال ديستنشن. امتى اليوريسترا يحصلها ديستنشن؟ لما اليورين يبقى معدي فيها خلاص، فبيدينا احساس اليورين باسج ثرو ذا يوريسترا والديستنشن بتاع اليوريسترا. طيب رد فعله ايه؟ ادينا ادينا اشاره خلاص ان في يورين ماشي، رد فعله ايه؟ ان هو يبدا يشتغل على الاكسترنال يوريسترال سفنكتر، يعمل لها ريلاكسيشن عشان تسمح بمرور اليورين خلاص. فايه هو دوت البيودينتال نيرف. يبقى كده خلصنا النيرف سبلاي بتاعنا. زي ما اتعودنا في كل محاضراتنا اللي فاتت لما بنشرح حاجه يعني بيبقى فيها شويه صعوبه، بنحاول نجيب رسمه عشان نسهلها علينا. فتعالوا نشوف كده الرسمه اللي عندنا ديت، ادي اليورينري بلادر، تعالوا نشوف مين النيرف سبلاي بتاعها. اول حاجه اللي هم لونهم احمر دولت اللي هو السمباثيك نيرف سبلاي خلاص، اللي هو جاي من ايه؟ من اللمبر سيجمنتس خلاص، اللي قلنا سوراكو لمبر. وبعد كده اللي لونه اخضر اللي هو الباراسمباثيك سبلاي اللي جاي من الساكرال سيجمنتس، هو بيغذي الوول وبيغذي الوول واليوريسترا، هما الاثنين السمباثيك والباراسمباثيك. شايفين عاملين ايه هما الاثنين؟ كلهم مدين برانشات لليورينري بلادر وول والايه لليوريسترا، تمام شايفينها. واخر واحد عندنا من تحت البيودندال نيرف طالع زي الباراسمباثيك برضه من الساكرال سيجمنتس، وبيغذي مين؟ الاكسترنال يوريسترا سفنكتر والديستال رسم ايه؟ ملهوش علاقه بالايه؟ بالبول، بالبول بتاع اليورينري بلادر، تمام. يبقى ده النيرف سبلاي عشان ما ننساهوش. طيب يا جماعه احنا قلنا ان الديوريشن بيحصل كونتراكشن وور ريلاكسيشن في السفنكتر، مين المسؤول عن ده؟ الباراسمباثاوي، يعني دي سباينال سنتر. طب دي تشتغل كده ملهاش كبير؟ تشتغل وحديها؟ هي تشتغل كده ملهاش كبير في الاطفال حديث الولاده اللي هم بيبقى في يعني لغايه عمر سنه ونص او سنتين، بيبقى حاجه اسمها اوتوماتيك ميكتيوريشن، نمله نفضي نمله نفضي. السيطره عندنا في السباينال كورد سنترز اللي هي سكر 2 و3 و4 ماشي. طيب لكن الناس الكبيره بقى، الطفل بقى لما يكبر بعد سنه ونص لسنتين يبدا يحصل ايه؟ يحصل ديفلوبمنت للهاير سنترز بتاعت الميكتيوريشن اللي بتعمل لي سيطره بقى وفولنتري كنترول الميكتيوريشن. مين بقى الهاير سنترز المسؤولة عن الميكتيوريشن؟ أول حاجة في عندنا برين ستيم سنتر، برين ستيم سنتر اتنين، في انهبيتوري سنتر في الايه؟ في الميد برين، وفي الفلتاتوري سنتر في البونز ايه والهايبوثالامس. طيب فايدتهم ايه دولت؟ فايدتهم بيأثروا على السنستيفيتي بتاعت الاسترتش ريسبتورز الموجودة في الوول اوف ذا يورينري بلادر ماشي. يعني احنا فاكرين لما كنا بنقول الاستيميوليشن ايه؟ ان اليورين يتحوش يعمل ستريتش للوول بتاع اليورينري بلادر، فيها سبيسيفيك ريسبتورز بتحس بالايه؟ بالسنسيشن ده. السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتورز دي انها تحس عند ايه كميه قد ايه من اليورين والكلام ده، بتنظمه الايه؟ البرين ستيم سنترز. طيب بعد كده في مين تاني؟ اللي هي سيريبرال كورتيك، سيريبرال كورتيكال سنترز، حاجات في السيريبرال كورتكس دوت هو الاساس بتاعنا اللي هو المين كورتيكال ميكتيوريشن سنتر اللي هو موجود في السيريبرال كورتكس، ده الاساسي موجود في السبيرور فرانتال جايروس. اكيد هيدوكوا الكلام دوت الرسومات بتاعته والكلام ده ان شاء الله في الايه؟ في الاناتومي. طيب الكورتيكال ميكتيوريشن سنتر بقى بيظبط ازاي؟ احنا قلنا لازم يكون في احساس سنسيشن وفي موتور فانكشن اللي هي رد الفعل. فعندنا في الفيلينج اوف ديزاير اوف ميكتيوريشن، يعني الورينري بلادر اتملت باليورين، بعتت اشارات للسباينال كورد قالت له انا ايه يلا عايزه افضي بقى انا اتمليت، يروح يقول لها طب استني لما اسال الكبير بتاعي. يبعت اشارات للسيريبرال كورتيكال سنترز دي ماشي، اللي هو الكورتيكال ميكتيوريشن سنتر، يقول له في يورين في الورينري بلادر هي عايزه تفضي. يبعت اسمه ايه بقى الافرنت اللي هيطلع اللي هو اسمه اسندنج فيزايكو سنسوري تراكت، اسندنج عشان صاعد رايح للسيريبرال كورتكس، فيزايكو اللي هي الورينري بلادر ماشي بترمز الورينري بلادر، سنسوري بيحمل السنسيشن من الورينري بلادر، يروح يقول له ايه بقى في يورين. فالهاير سنترز بقى مش بس يفكر طيب الظروف سيوتابل ان انا اعمل ميكتيوريشن ولا لا ماشي، طيب لو الظروف تسمح ان الواحد يعمل ميكتيوريشن يروح يعمل ايه؟ ديستندنج زايكو موتور تراكس، يقول له اوكي ماشي يلا اعمل ميكتيوريشن، يعمل استيميوليشن البارا سمباثاوي انهبيشن السمباثاوي، يروح يشتغل ويفضي اليورينري بلادر. طيب لو الظروف لا تسمح ان سيوتابل كونديشنز ايه؟ يبقى ايه؟ بعتنا اشاره بالاسندنج زايكو سنسوري تراكس ايه للكورتيكال ميكتيوريشن سنتر، لقت ان الظروف لا تسمح فتبعت اشارات عصبيه في الديسندنج زايكو موتور تراكت ديت، تعمل بقى استيميوليشن للسمباثاوي وانهبيشن للباراسمباثاوي
مش وقته، مش وقته التفضيه دلوقتي. خلاص يبقى كده عملنا هاير كنترول للايه، عمليه الميكتيوريشن دي اللي بتحصل في الاطفال بعد سن سنه ونص او سنتين. ماشي. لكن طبعا في الصغيرين ما بيفهموش، هي اتمال التفضي، اتمال التفضي دي اسمها اوتوماتيك بلادر، لسه ما حصلش ديفلوبمنت للهاير سنتر. خلاص يبقى دي الهاير سنترز اوف ميكتيوريشن. ايه طيب، ما زلنا بنتكلم عن الايه الميكتيوريشن والميكانيزم اوف ميكتيوريشن. بنقول ان اليورين بيبقى كوندكتد من الرينال بلادر، بيعدي في البلفز بتاعه الكيدني، وبعد كده في بريستالتيك موفمنت في اليوريترز، بتنقل اليورين من الكيدني للرينال بلادر بتاعتنا. وبنقول مش بتتاثر بالجرافيتي، بتلاقي الواحد وهو نايم على السرير ونعسان بيتكون اليورين. طبعا في لوس للافكت بتاع الجرافيتي الواحد نايم. الفيرست ديزاير اوف ميكتيوريشن بيكون عند البلادر فوليوم اللي هو 150 مللي، بس ده بسهوله تقدر الهاير سنترز تعمل له فولانتر انهبيشن، مفيش اي مشاكل. طيب نبدا بقى الاحساس باحساس البين بقى في الايه في البلادر امتى؟ لما الفوليومز بتزيد عن 600 مللي. في الحاله دي الهاير سنترز بتعمل انهبيشن ماشي لو ظروف لا تسمح، لكن بيبقى هاردلي فولانتري انهبيشن بالعافيه بقى، مفيش اللي هو بتشوف الواحد يقف يتنطط يتنطط وماسك بطنه وبين بقى، بدا في بين، في زياده في البريشر على الوول بتاع البلادر، في بتعمل انت بتعمل ضغط على البلاد فيزنز والكلام ده، فبيبقى في اسكيميك بين ماشي، بيبقى بين شديد بيحصل، الواحد بيتنطط وتعبان لغايه بقى ما نوصل للفوليوم اللي هو 700 مللي، ساعتها خلاص ما عادش يقدر يمسك نفسه، خلص بعد كده يحصل urgent and obligatory micturition. خلاص. طيب الكلمه الحاجات بقى اللي هي في كلينيكال ابلكيشن تاني بقى عندنا احنا، اللي هي واحد قلناه اللي هو الاطفال اللي هم بيبقوا سنهم لغايه سنه ونص او سنتين، بيبقوا عندهم الاوتوماتيك ايه micturition، عشان خاطر ايه ان هي النيرف بلاكس ما حصلوش لسه مايليشن، لان ما حصلش لسه كومبليت ديفلوبمنت للهاير برين سنتر. فاللي شغال مين؟ اللي هو الحاجات اللي في سباينال كورد بس، السمباثي والباراسمباثي وخلاص على كده ماشي، هم دول اللي موجودين. فهيحصل ايه؟ النكتيوريشن هيبقى ريفلكسز، املى افضي املى افضي. خلاص. طيب يبقى ده في الاطفال، ممكن يحصل برضه في الكبار، قلنا لو حد حصل له حادثه حصل كومبليت ترانسكشن اوف سباينال كورد، فبرضه ممكن ايه يحصل كومبليت دامج للايه للبلفيك نيرف على البوست سايد، فبرضه يبقى لوس للفولانتر كنترول بتاع الميكتيوريشن. خلاص. فدي حاجات من اللي فيها ايه الميكتيوريشن في مشكله. إيه طبعا مش الناس الكبيره الادلت اللي هي حصل لهم حوادث ما بيكونش عندهم اوتوماتيك في الاول، في الاول بيكون عندهم اللي هو ريتينشن وذ اوفر فلو، وبعد كده مع تحسن حالتهم والرعايه الطبيه والكلام ده اقصى امل بيبقى عندهم اللي هو الاوتوماتيك بقى، ممكن الاوتوماتيك ان هو يملى ويفضي وهو بيحاول يتحكم شويه في العمليه ديت، هتكون ان شاء الله في السن السنه الجايه. خلاص. يبقى كده باقي لنا مين؟ باقي لنا اللي هي الريفلكسز بقى، اللي هو بقى ازاي بيحصل عمليه الايفاكيويشن اوف ذا بلادر عبر السباينال كورد سنتر. يلا نشوفه في الجدول، عاملينه في صوره جدول لطيف ان شاء الله هنفهمه مع بعض. الجدول دوت بقى بيورينا ازاي بتحصل عمليه الميكتوريشن، اتملت الرينال بلادر والسباينال كورد سنترز بعت اشارات، السنتر بتاع الميكتوريشن بعت اشارات للايه للهاير سنترز وقال لها عايز اعمل ميكتوريشن، وقالت له اوكي خلاص ماشي الظروف تسمح، يبقى حصل ستيموليشن للايه للباراسمباثيك سبلاي بتاع الرينال بلادر والميكتوريشن. يبدا يحصل ايه بقى؟ عندنا سته ريفلكسز، سته ريفلكسز هنحاول نعملهم كده بايه بحيث يبقوا سهلين علينا ان شاء الله. اول ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه ماشي، دولت ايه الستيمولس بتاعهم؟ اللي هو الديستنشن اوف ذا بلادر، ان في يورين متحوش في اليورينري بلادر. مين الريسبتور؟ الستريتش ريسبتورز ان ذا بلادر، اللي هي حسب بقى اكيوميشن اليورين اتمددت الايه اليورينري بلادر، فبيعمل ستيمولشن للستريتش ريسبتور. طب ايه الافرنت اللي هينقل هذه الاشاره؟ اكيد لو قلنا الديزاير اوف ميكتيوريشن البلفيك نيرف. شوف الثلاثه ريفلكسز نفس الحاجات. خلاص. طيب بعتنا دوت للايه للسنترز بتاعتنا، مين هي السنترز اللي هي هتساعدنا في عمليه الميكتيوريشن؟ باراسمباثاوي، يبقى اللاترال هورن سيلز اللي هي سكر الاثنين وثلاثه واربعه، اللي هي ايه اللي طالع منها البلفيك نيرف، الايه لان البلفيك نيرف قلنا ايه افرنت وافرنت، فبرضه الافرنت البلفيك نيرف،
في الريفلكس الاول والريفلكس الثاني. اما الثالث بقى اللي هو بقى اللي هي سكر الاثنين وثلاثة واربعة، هتدي ايه؟ هتدينا استيموليشن للبيودنتال نيرف. البيودنتال نيرف فين بقى؟ انتيريور، هو المثالز اوف سكر الاثنين وثلاثة واربعة. خلاص؟ طيب يحصل ايه بقى؟ وهنقول اشمعنى احتاجنا البيودنتال هنا؟ البلفيك نيرف يروح يعمل سبلاي للبول بتاع الرينال بلادر، يعمل له كونتراكشن، ويبقى اول، يبقى اول ريسبونس كونتراكشن اوف ذا بلادر وول. يروح يعمل ريلاكسيشن للانترنال يوريثرال سفنكتر، فتحنا البوابه الاولى. طب اليورين عدى من الرينال بلادر عبر الانترنال يوريثرال سفنكتر، طب هيكمل ازاي لبره؟ ما الاكسترنال يوريثرال سفنكتر مقفوله، يبقى لازم يعمل ايه؟ يفتح من النيرف سبلاي بتاعها البيودنتال. عشان كده عملنا ايه؟ ستيموليشن البيودنتال نيرف، عملنا ريلاكسيشن الاكسترنال يوريثرال سفنكتر، عدى اليورين. تمام، خلصوا الثلاثة الأولانيين، بتهيألي سهلين جدا. الستيمولس واحد، الريسبتور واحد، الأفرنت واحد، الإيه السنتر، ويعني في الأول والتاني واحد، وفي الإفرنت الأول والتاني واحد، التالت هو اللي فيه الأف الإيه السنتر مختلف والإفرنت مختلف، هو البيودنتال نيرف. طيب خلصنا من الثلاثة الأولانيين، تعالى نشوف الثلاثة التانيين. إيه اللي حصل؟ أنا عملت كونتراكشن وعديت اليورين في اليوريثرا. طب حصل حاجة؟ مش فرضنا ان اليورين ده مثلا كانوا 600 مللي، عدينا الايه اليورين وصلناه عدينا بره، يعني طلعنا اوتسايد ذا بودي 400 مللي، بقى 200 بس. اوكي، طيب دول ايه اللي هيحصل؟ هيقل الديستنشن بتاع البلاطر، صح؟ يبقى هيتوقف الاستريشن بتاع الاسترتش وسيبتومز في البلاطر، يبقى كل الثلاثه قولنا هيقفوا والدنيا هتقف، ومعاش هعمل كومبليت اوفاكيويشن للرينالي بلادر. فسبحان الله ربنا عمل لنا ايه بقى؟ عمل لنا الثلاثه التانيين اللي هي اليورين وهو ماشي في اليوريثرا، وهو ماشي في اليوريثرا يبقى في ديستنشن اوف ذا يوريثرا باليورينالي باسج. يحصل مين بقى؟ مين اللي هو النيرف اللي كان بيحصل له ستيميوليشن بالباسج اوف ذا يورين ان يوريثرا وديستنشن اوف ذا يوريثرا؟ مين؟ البيودنتال نيرف. يبقى يحصل ستريتش ستيموليشن ستريتش ريسبتورز في اليوريثرا، ده يعمل ستيموليشن للافيرنت اللي هو البيودنتال نيرف، هو اللي هيحمل هذه الاشاره ويوديها منين بقى؟ هيوديها لللاترال هورن سيلز نفس اللي فاتوا الاثنين الاولانيين، ويوديها للانتيرور هورن سيلز في الريفلكس رقم 6. ليه؟ ليه يا جماعه؟ عايز اكمل عمليه الماتيوريشن، عايز اكمل التفريغ بتاع اليورينري بلادر، يبقى اعمل ايه؟ نفس الكلام، اقول للبلفيك نيرف يعمل ستيموليشن للبول، يعمل لي كونتراكشن ريلاكسيشن للانترنال يوريثرال سفنكتر، فتحنا البوابه، طلع البيودنتال نيرف يروح مكمل للاكسترنال يوريثرال سفنكتر، يقول لها خليكي مفتوحه، يبقى كيملت كده عمليه الماتيوريشن. فهمنا ازاي؟ يبقى كده الستيمولس هو واحد استنشن اوف ذا يوريثرا، الريسبتورز واحد استرتش ريسبتورز في اليوريثرا، الافرنت واحد، البيودنتال نيرف. شوف الخانات الثلاثه دول في الثلاثه الاولانيين والثانيين سهلين جدا، ماشي؟ طيب والسنترز، وبرده في موضوع السنترز العمليه مش صعبه، هو انا كل الفكره محتاجه للكونتراكشن بتاع الوول بتاع الرينالي بلادر والاوبننج بتاع الاثنين الانترنال يوريثرال والاكسترنال يوريثرال سفنكتر. انترنال تابع للبلفيك نيرف الباراسمباثيك، اكسترنال تابع للبيودنتال، فعشان كده في كل مره لازم افتح الاكسترنال، هقفل الاكسترنال ازاي؟ خلاص؟ فهي عشان كده لو نفهمها ان شاء الله نعرف ان احنا نقولها. تمام؟ فيحصل بقى في الثلاثة الأخرانيين ايه؟ ستيموليشن للبلفيك نيرف والبيودنتال نيرف. للبلفيك نيرف كونتراكشن للوول، ريلاكسيشن للسفنكتر الانترنال، والبيودنتال نيرف يكمل الطريق، فتح الطريق اللي هو ريلاكسيشن اوف ذا اكسترنال يوريثرال سفنكتر. فاحنا نبص للجدول يا جماعة وما نخافش منه خالص. ايه يعني هو المنظر يخض وايه ده كله وايه الحاجات دي، لكن لما هنفهمه في مخنا هنلاقي نفسنا بنقول على طول انا عايز افضي، يبقى عايز اعمل ثلاث اكشنز، كونتراكشن في الوول بتاع الرينالي بلادر، وافتح بوابتين الانترنال يوريثرال سفنكتر اكسترنال يوريثرال سفنكتر. تمام، في الاول هبدا بالايه؟ بكميه اليورين الكتيره قوي عندي، يبقى الاستيموليشن عندي في الوول بتاع الرينالي بلادر، والاسترتش ريسبتورز مين اللي بيشيل لي دايما الاحساس الدزير بتاع الاكسبريشن؟ البلفيك نيرف، يروح يبعت الاشارات العصبيه للايه؟ للسباينال كورد سنترز بتاع الباراسمباثاوي، يرد بالبلفيك نيرف برده كونتراكشن الوول ريلاكسيشن للسفنكتر. طب وبعدين في بوابه مقفوله
راح يبعت اشاره للبيودنتال نيرف يفتح البوابه الخارجيه الاكسترنال ريسيرفس. طيب فضينا نص البلادر، باقي نص تاني والاسترتش قل بقى جوه في المينر بلادر، يبقى محتاجه حاجه تانيه تكمل لي الايفاكيويشن بتاع البلادر اللي هي ايه؟ الباسج اوف ذا يورين في اليوريثرا. طيب مين اللي بيحمل بيشيل الاحساس بقى من اليوريثرا دي اللي لسه اليوريثرا والكلام ده؟ اللي هو مين؟ البيودنتال نيرف. يبقى الاسترتش بتاع الوول بتاع اليوريثرا بيبعت اشارات عصبيه في البيودنتال نيرف يقول يا عايزين نكمل يا جماعه عمليه الايفاكيويشن بتاع البلادر. الايفاكيويشن يا عم يعني ايه؟ يعني كونتراكشن للوول شغل البلفيك باراسمباثيم، اوبننج للانترنال يوسترال سفنكتر شغل برضه البلفيك نير، وانا هادي دوري افتح الاكسترنال يوسترال سفنكتر. خلاص لازم يبقى في سيبت ريفلكس عشان يحصل كومبليت ايفاكيويشن اوف ذا يورينري بلاتر. تمام، يبقى ديت اسمها ميكتيوريشن ريفلكسز. وكده خلاص خلصنا المحاضره، ويا رب تكونوا فهمتوا. هي محاضرتنا النهارده بسيطه ولطيفه وما فيهاش اي تعقيد زي المحاضرات اللي فاتت. يلا معادنا ان شاء الله المحاضره الجايه، ايه مسك الختام بتاع الكيدني الاسيد بالتوفيق.